عندك فيسبوك وانستغرام وواتساب وتيك توك وسناب شات، ولكن واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وخاص كل طالب توفر عنده ويبقى يدوز فيه وقت اكثر من مواقع التواصل الاخرين اللي بغى يوجد راسه مزيان لسوق الشغل هو لينكدين. اليوم لازم يكون عندك حساب في هذا الريزو. علاش؟ حيت غادي يساعدك تعرف على الدومين ديالك اكثر، الشركات كذلك، الناس اللي خدامين بداك الشيء اللي كتقرا، وديزوف خدا ستاج وخدمه كيتلونصاو في هذا الريزو وتقدر تدبر عليهم انت بلا ما تسناهم حتى يتلونصاو بالتواصل مع اشخاص مباشره اللي خدامين في المجال ديالك. كيكفي انك تفتح حساب وتدخل المعلومات ديالك والشبه اللي متبع وفين كتقرا دابا، وهو غادي يبقى يطلع لك ناس اللي عندهم فحال التخصص ديالك ولا قرابين لك، ويمكن لك تدخل الحساب ديالهم وتعرفهم شنو كيديروا وفين دوزوا ستاجات وفين خدامين دابا، وهذا الشيء غادي يساعدك باش حتى انت تبدا في البناء ديال البروفيل ديالك وتصنع حتى فرص. اييه، يمكن لك تصنع فرص من دابا الا بان لك شي واحد ستاج في واحد الشركه ولا خدام فيها حاليا وحتى انت بغيتي تدوز فيها ستاج، فتقدر تصيفط ليه انفيتاسيون ومن اللي قبلك تدخل معاه في حوار وسولو ويقدر يساعدك. ما غاديش نقول لك اي واحد صيفطتي ليه غادي يقبلك ولا اي واحد صيفطتي ليه غادي يجاوبك، لا، فغادي تحاول مع هذا وهذا وهذا حتى يجيب الله التيسير، حيت كل واحد الشكل ديالو، كاين اللي كيبغي يعاون ويشارك مع الناس، كاين اللي محدود، كاين اللي ما عندوش الوقت، فالله يحسن العوان. فانت كل مره دق على شي واحد وكن اكيد من بعد محاولات متعدده غادي توصل للهدف ديالك، وملي تدخل واحد البروفيل يعجبك فحاول تحطه فحال الهدف ديالك وتبدا تخدم عليه باش انت تعمر دوك الحاجيات كيف ما كاين عند داك السيد، وواحد النهار ان شاء الله انت تولي مترشح قوي وعندك فرص. وهبط لتحت وشوف لي باج اللي مدير ليهم جيم حتى انت حاول تتبعهم، حيت يقدر يكونوا كيخصوك وشي نهار تلقاهم لونسين دي زوبورتينيتي دي ستاج ولا دي زوفر دومبلوا وتبوستولي ليهم غير بالبروفيل ديالك. فحاول تحط كاع المعلومات ديالك اللي مدير في السي في في البروفيل ديال لينكدين، وكل مره زيد ديفلوبي شويه. بالنسبه للناس اللي غادي تتبعهم فتقدر تلقاهم دايرين حتى دي فورماسيون زايدين وتسولهم فين داروهم، وحتى انت تمشي تقلب عليهم باش ديرهم باش تكون مختلف على الاخرين. من هنا لقدام مع التطور والتكنولوجيا فهاد الشيء اللي غادي يبقى خدام، حتى السي في ولا تخدم موتيفاسيون فحال هاد لي ريزو كيعوضوهم وكيساعدو حتى لي ريكروتور اللي كيبغيو يقلبوا على شي بروفيل يخدم ليهم. كتجيهم لا ميثود ساهله، دونك اوليو باش يبقى يهز الوراق يتخييهم ويشوف اين السي في غادي ياخذ، فغير عن طريق لينكدين كتجي الطريقه سهله جدا. فحتى انت خاصك تبدا تقاد بروفيل مزيان بالاستعانه بنماذج ديال الاشخاص اللي فاتينك في الدومين ديالك واللي غادي تلقى منهم بزاف الا قلبتي. وباش تبدا دابا نيت غادي تدخل يوتيوب وكتب كيفيه انشاء حساب لينكدين وتبع الخطوات بشويه بشويه عليك حتى تصايبو، وانستالي لابليكاسيون ديالو حتى هي راه كاينه في بلاي ستور باش تبقى توصل بلي نوتيفيكاسيون ديال لي باج والناس اللي متبع في التخصص ديالك الا كانت شي فرصه جديده، وتبقى تعطيه وقيت كيف ما كتعطي الواتساب وفيسبوك وانستغرام باش ان شاء الله تبدا تخدم على الجانب المهني، ما تبقاش محدود غير مع لي كور والفاليداسيون. وكنوصيكم حتى بانديد دخلوا له وفتحوا حساب فيه وبقاو تشوفوا لي زوفر اللي كيتلونصاو فيه وقراو شنو هما لي كونديسيون اللي خاص يتوفروا في المترشح. ولا بغيتوا تعرفوا على انديد نفس الشيء في يوتيوب غادي تطابيو وغادي تلقاو بزاف لي فيديو عليه. وفي الحلقه الجايه والاخيره من هذه السلسله غادي نشارك معكم تقنيات البحث عن عمل او ستاج في المغرب وواحد الفورماسيون اللي كديرها واحد المنظمه مجانا ومهمه بزاف.